أصلاً وجبة كتير سهلة وخفيفة. واو فنانة يا داليا، طعم رائع، 10 على 10. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا داليا ماما أماني. طبعاً اليوم حنسوي وصفة كتير 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 حلوة من هوايات الطبخ. من أفضل الطبخات عندي الطواجن، لأني أنا إنسانة بحب الأجبان بأنواعها. اليوم بنعكس، هي بتطبخ وأنا بساعدها وبشرف عليها في نفس الوقت. مكونات طبختنا لليوم مكرونة أصداف، سبانخ، البهارات حقت السبانخ اللي هي السماق والفلفل الأسود والمشروم والملح والثوم، وعندكم خلطة البشاميل اللي هي الدقيق والحليب، والأهم من ده كله الجبنة الموزاريلا اللي من البقرات الثلاثة اللي هنحطها على الوجه. ترى البقرات الثلاث أنا أستخدمها من وأنا صغيرة، يمكن من 40 سنة وهي موجودة. مين تحط جبنة على كل شيء؟ نسلق المكرونة، ننتبه وإحنا بنسلق المكرونة لا نسلقها للأخير لأنها بتكمل سواها في الفرن. طبعا هي دائما المكرونة عادة هي بتسوي باللحمة أو بالدجاج، اليوم حنسويها بالسبانخ. أنا جهز لك السبانخ لأنها ما بتاخد وقت كثير في السوى، فعشان كده السبانخ بخليها آخر شيء بسويه. بعدين حنقطع المشروم ونحطه فوقهم. ترى معلومة، المشروم ما يتغسل، بس منشفة، يحتاج منشفة متبلبلة موية بمسحه لأنه هو إسفنجي. مين الشيف فيكم؟ مين تاكل صحي أكثر؟ مين تزعل بسرعة؟ طبعاً دحين أول حاجة هسوي صوص البشاميل، هسيح الزبدة، بعدين هحط الطحين، أمزجهم مع بعض الاثنين، بعدين أخلي الحليب دافي شوية وأحطه شوية شوية عشان لا يكلكع معايا أنا بصب أو أنا بحركه. مين تكسر الأغراض أكثر؟ دليل تقدر تقوله أنا. مين تظل جوعانة؟ أنا. مين أكثر وحدة تساوي مصايب؟ داليا، مصيبها أكبر كثير. آخر حاجة حنسويها حنحط الموزاريلا من البقرات الثلاثة، حتتمدد على الطواجن، حيكون لونها ذهبي، اللون الحلو لما بيتقدم الطاجن بيكون شكله مرة حلو. الله، نديها على الفرن تحمر. رائع، فنان. اللون الذهبي والتغطية. واو. خلصنا وصفتنا لليوم. حولنا صينية البشاميل إلى طواجن بشاميل. ترى شكلها مرة لذيذ، الأحجام حقتها. لا تنسوا تعملوا لنا اشتراك في القناة وتتابعونا. باي. باي. ريحة تجنن، طعم رائع، 10 على 10.